الحمد لله رانا في ديناميكية يعني جيدة، بحيث يعني تقريبا تجاوزنا 22,000 مستثمرة ربطت بالكهرباء، وعندنا طموح إلى نهاية السنة أنه إن شاء الله نربطوا تقريبا 30,000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء. وتحدينا وصبح يعني سبق لي وعملت تصريح قلت إن شاء الله سنة 2023 سوف يتم ربط أكثر من 48,000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء.